ورجعنا لكم تاني، ويمكن انا واشرف كنا في بدايه الحلقه بنتكلم عن ان هيبقى معايا فقره عن عرض مسرحي، والحقيقه فريق صناع الحلم المسرحي قدموا عرض اسمه مجانين مع مرتبه الشرف، وده عرض كوميدي ساخر بيتكلم عن الحرب ما بين المبادئ والقيم والاخلاق، وده طبعا الحرب اللي احنا تقريبا كل شخص بيواجهها يوميا. يسعدني ان يكون مشرفني في الاستوديو استاذ اسامه خليل وهو بطل المسرح، صحيح برحب بيك، اهلا بيك. وايضا استاذه سمر ابو سيد بطله العرض، برحب بيك. اهلا بحضرتك. مبدئيا عنوان عجبني قوي، مجانين مع مرتبه الشرف. فكره العنوان انه لازم يبقى عنوان ساخن او ساخر، ده بيشد الجمهور صح؟ طبعا لازم العنوان يبقى جذاب، عشان انا من انا بشوف البوستر وبشوف اسم المسرحيه انا ممكن اكون معرفش اي حاجه، بس الاسم لازم يشدني يعني. هل ده كان الاسم انتوا متفقين عليه في الاول ولا غيرتوه مثلا مع التدريب؟ ساعات بيحصل كده انه مثلا مع التدريبات والحاجات كده تقولوا لا احنا مثلا ممكن نغير الاسم. لا ده هو الاسم المؤلف كتبه وعمل بيه النص وما غيرناهوش خالص يعني. طب احكوا لي بقى عن فكره العرض. العرض هو تأليف وإخراج الأستاذ إبراهيم الشيخ. العرض فكرته أن شوية مجانين في مستشفى، في دكتورة في المستشفى هي الفنانة سماح شوقي، هي طالعة بدور أن هي بتهاجم المبادئ والقيم والأخلاق. أنتوا اللي أنتوا بتعملوه ده غلط، ما بقاش في حاجة في الزمن ده اسمها كده. في شخص موجود في المستشفى، فبالتالي انتوا تحولتوا للمجانين، لان انتوا احنا مجانين اصلا. بالمبادئ والشرف والقيم. بالمبادئ والشرف. هي دي الهدف بتاع العرض. فهي بتهاجم ده، انتوا ازاي كده واحنا بنثبت لها ان دي حقيقه ولسه في قيم ولسه في مبادئ ولسه مجتمعنا نظيف. هي بتهاجمنا بصوره واحنا بنهاجمها بصوره ثانيه. ايوه هي دي فكره العرض. دورك كان ايه في العرض؟ أنا دوري كان دور مهندسة. مهندسة بتبني عمارات وأبراج وشقق، وفي نفس الوقت إن هي بتبني ده كله عشان الناس تسكن فيها، وهي مش لاقية شقة عشان تتجوز فيها. كل ده ليه؟ عشان بيطلع لها مقاول بيقول لها إن أنت فتحي مخك معايا عشان نبني الأبراج ونبني العمارات ونفيد ونستفيد والكلام ده. فهي بتكتشف في الآخر إن هو عايز يستغلها، عايز تغل ان هي مهندسه وليها سلطه في ده. فهجمته برضه، قالت له لا انا عمري ما هغش ضميري، عمري ما هغش مبادئي، عمري ما ه... مش ه... يعني مش هعمل ده. ودورك يا اسامه؟ انا دوري كان دور موظف. كنت موظف حكومي. والمرتب بتاعي بيضيع. بتقولها بحاسه شديده قوي كده. انا المرتب بتاعي ضاع اصلا. المرتب هو اللي جننك. المرتب ضاع واتسرق في الاتوبيس بقى، ونزلت بقى اعيط وهصرف ازاي بقى وهعيش ازاي وهدفع الجمعيات ازاي. ونفس المشاكل دي. حلنا كلنا. بالظبط. اللي هو انا عايش بالمبادئ والشرف والمرتب كمان ضاع يعني مفيش حاجه. هو العرض بيناقش حياه كل شخص عايش في البلد. بيناقشها من كل حاجة، من كل الزوايا. هو المؤلف ما شاء الله يعني عرف ان هو يلعب على اوتار، ان هو يعني في لفتات انسانيات، في لفتات بتلمس كل شخص من جوه. دي حياتك. دي حياتك في المجتمع. انت بتعاني من ايه؟ انت تعبان من ايه؟ بتهاجم بايه؟ ولكن ايضا ده كان معروض بطريقه ساخره كوميديه شويه، مش يعني كوميديا دارك شويه او الكوميديا السوداء. الكوميديا السوداء بالظبط. هو كل شخصيه كانت بتحكي الحاله بتاعتها وان ازاي هم بيحاربوا المبادئ والشرف واحنا مكملين على ده. احنا طول المسرحيه بنحاول نثبت ان المبادئ والشرف لسه موجوده. لا في ناس لسه عندها مبادئ وعندها شرف وعندها اخلاق وبتفكر بان هي تمشي في الطريق الصح وان هي توصل اللي هم عايزينه بالطريقه اللي هم متخيلين ان لا توصلهم رغم الحرب اللي بتحاربوها. ايوه. رد فعل الجمهور كان عامل ازاي؟ رد فعل كان جميل جدا. الحمد لله رب العالمين. يعني احنا كنا مبسوطين والجمهور كان مبسوط لدرجه ان الجمهور طلب العرض تاني، وان شاء الله هيتعرض قريب تاني باذن الله. كانت حاجة غير متوقعة. بس أكيد ربنا بيكلل تعبنا، أكيد الحمد لله. مدة العرض كانت كام يوم؟
احنا عرضنا في الاول يومين والجمهور طلب العرض تاني، هنعرضه يعني احتمال على الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. اعتقد ان احنا من الجيل اللي كنا بنروح مسرحيات عادي مع اهالينا، وكان كنا بنتابع اول باول المسرحيات اللي موجوده زمان في الجرايد لما كنا بنشوفه، وكنا نقعد نقول ان احنا عايزين نشوف المسرح. في جيل بقى دلوقتي طالع ما يعرفش المسرح قوي، فكره ان هو ده في عرض مسرحيه، ممثلين لسه مش معروفين، طيب ممكن نروح او ما نروحش. هل انتوا حاسين دلوقتي انه في اقبال اكتر على المسرح عن زمان، عن كام سنه حتى فاتوا، من 5 6 سنين فاتوا؟ في اقبال طبعا. انت حاسس كده؟ الناس رجعت تاني بقت عايزه تشوف، لان مصر. كمان التلفزيون ابتدى يوصل ده للناس وهي قاعده في البيت بتشوف المسرحيات. يعني في مسرحيات بتتصور زي مسرح مصر، زي تياترو مصر، زي البرامج اللي بتتعمل دلوقتي بتبين المسرح، فالناس بقى عندها فرجعوا تاني ان هم يقولوا عايزين نحضر مسرحيات. ده في مسرح انا نفسي اشوف الناس دي لايف. طب الناس دي تقدر تروح لها بسهوله، الناس دي موجوده والمسارح كتيره، تقدر تشوف مسرحيات مع فرق كتير بشكل مختلف. يعني من مسرح الهوايه لمسرح المحترفين، حتى في ابداع دلوقتي بشكل غريب. لا في فرق بتطلع بقى شغل جامد. كمان ما بينكم يعني بقيتوا تحسوا انه الفرق دي عملت مسرحيه حلوه، طب احنا بقى احنا كمان هنحضر حاجه اجمد وهنعمل مش عارفه، بقى في المنافسه دي ما بينكم؟ ايوه طبعا روح المنافسه موجوده اكيد. المنافسه الشريفه طبعا. طبعا طبعا. بيبقى في ابداع، في فرق صدقيني يا استاذه، في فرق عندها ابداع كتير ومظلومه في البلد صدقيني. هي الناس جت في فتره بعدت عن المسرح، ليه؟ بقوا مش لاقيين اهتمام، مش لا مفيش اهتمام من الدوله، وتحول انه بقى مسرح تجاري قوي اكتر منه مسرح استثمار. بيبقى استثمار، هي في ناس بقت واخدها استثمار اكتر من هو فن. يعني احنا بنرجو الاهتمام شويه، بنرجو الاهتمام بالفرق، دعم الدوله ودعم وزاره الثقافه طبعاً للمسرح. لازم يكون في اهتمام اكتر من كده، لان المسرح حاجه مهمه جدا. المسرح بيربي اجيال، بيقدم ثقافات كتير، بيقدم حاجات حلوة قوي، في فنانين كتير، في إبداع كتير، لازم يطلع للنور، ما ينفعش يبقى مدفون كده. والتفاعل ما بين الفنان والجمهور في المسرح مختلف عن التفاعل مختلف في أي حاجة تانية، في أي مجال فني تاني، صح؟ أكيد أكيد. إن أنتوا بتبقوا في لحظتها على الخشبة ومثلا بترموا الإفيه أو رد الفعل، فرد فعل الجمهور ده برضو بالنسبة للفنان طبعا بتبقى في وقتها بتبقى ممتع جدا. يعني بره مثلا في امريكا ولا في لندن، الممثلين المسرح بيفضلوا ممثلين مسرح ويقولوا ان احنا حابين نفضل ممثلين مسرح، مش عايزين نخش السينما ولا عايزين نعمل مسلسلات ولا كده. هنا في مصر الوضع مختلف، بتلاقي عادي ممثل سينما ممكن يعمل بطوله مسرحيه او يعمل بطوله مسلسل. هل انتم مقتنعين انه عادي ممثل المسرح ممكن يشتغل في اي مجال فني اخر له علاقه بالتمثيل، ولا انه لازم يبقى في تخصص ان انت مثلا ممثل مسرحي زي يوسف بيه وهبي او زي يعني حاجه كده؟ والله يا حضرتك بصي، انا رايي الشخصي ان الممثل يقدر يعمل اي حاجه، اي فيديو، سينما، مسرح، بس المسرح ليه احساس تاني خالص. يعني انا بحس ان المسرح غذاء الروح، بيغذي روحي من جوه، ببقى سعيده، بحس بسعاده غريبه وانا واقفه على خشبه المسرح، بحس في اتصال روحاني ما بيني وما بين الناس. تحسي انت اتخلقتي عشان تبقي واقفه على الخشبه وتواجهي الناس؟ احساس يعني مش قادره اوصفه لحضرتك، مش هقدر اوصفه، لان انا ببقى مستمتعه بيه جدا. ف يعني هو احساس حلو. انت برضو بالنسبه لك كده يا اسامه؟ بالاضافه لان المسرح هو بيدي قوه وثقه وطاقه من الجمهور. يعني احنا بنبقى طالعين على المسرح احنا فرحانين، وممكن يبقى في شويه توتر، يبقى في شويه خوف. اول ما بنطلع على خشبه المسرح لا، في طاقه من الخشبه نفسها بتوصل لنا، وفي طاقه من الجمهور، من رد فعلهم، من ان هم موجودين قدامنا، من هم لا احنا لا انت هتمثل وهيشوفوك دلوقتي، انت مش هتسجل وتمنتج وفي حاجات مش هتطلع يعني بره النص، او ممكن نطلع بره النص شويه يعني ممكن يعني شويه كده. بس مره قبل كده استضفت برضو فرقه شباب مسرحيه وقالوا لي حاجه غريبه قوي، قالوا لي ان هم لما بيجوا يعملوا اي عرض بيحبوا الاول يطلعوا يشموا خشبه المسرح قبل ما يعملوا العرض. أيوه. استغربت قوي، هل فعلا ممكن انتوا كممثلين تعملوا كده؟ نطلع على خشبه المسرح قبل العرض، تقفوا عليها وتشموها وتحسوا كده بالجو طبعاً بتاع طبعا ضروري قبل طبعاً. قبل العرض.
وطبعا علشان انتوا بتبقوا شبه عيلة يوميا مع بعض وتمارين وكده، فتقريبا انتوا كأنكم رايحين. انا عايزة اقول لحضرتك ان انا او احنا كفريق صناع الحلم بقى ما بيننا يعني حالة من الحب غريبة، لدرجة ان احنا نفسنا بنستغربها، لدرجة ان يعني انا دايما اقول لمديرة الفريق استاذة سماح احنا ما بقاش ينفع حد غريب يدخل وسطينا، بقينا نحس ان احنا عيلة واحدة، عيلة متكاملة، من غير ما نتكلم بقينا نبص لبعض نفهم كل واحد عايز ايه او كل واحد بعض هيقول لو ايه. حد نسي جملة حق ده كتير جدا بتحصل يعني بس خلاص احنا وصلنا لدرجة ان احنا فاهمين بعض، ان احنا خلاص يعني ما فيش اي احتمال لاي اخطاء. أسامة انت عملت اعمال قبل كده غير المسرحية دي؟ يعني مع صناع الحلم طبعا عروض، وقبل كده كنت في فرق تانية وعملت عروض وافلام قصيرة كده. ايه اكتر عرض انت عملته حسيت ان الجمهور كان متفاعل جدا معاك؟ كان عرض كواليس. كواليس. وسمر كواليس برضو. انتوا الاتنين اشتغلتوا مع بعض في نفس العام. واضح ان كانت مسرحيه حلوه. هو كان عرض كمان، هو بيناقش الحياه اللي احنا عايشينها بالظبط، وبيناقش الكواليس بتاعتنا احنا كلنا شخصيا. أيوة. المشاكل اللي بنعيشها عشان نعمل مسرحيه، مشاكل اللي بنعيشها في الكواليس، المشاكل اللي بنعيشها في البيت، كل واحد ايه مشكلته في البيت ان هو يمثل، مشكلته ان هو مش عارف يروح ولا كواليس. لا كواليس فكره مش بس يعني كواليس لحياه الفنانين ايضا وعيلتهم، وازاي اللي معترض واللي بيشجع وكده صح بالظبط. فهي كانت مسرحيه جميله، احنا كلنا كنا مبسوطين فيها، واحنا لان احنا حاسين ان احنا مش بنمثل، احنا عايشين الكواليس. وهدفنا ان احنا عايزين نطلع عرض دلوقتي. احنا كلنا طول المسرحية المفروض احنا في الكواليس اصلا. فده عنده مشكله وده عنده مشكله، والمشكله في الاضاءه وبتاع الديكور ما جاش وبتاع الملابس ما جاش، طب هنعمل ايه؟ هنعرض ازاي الجمهور جه؟ فهنعمل ايه؟ بس دي كانت تاليف استاذ احمد سعيد واخراج استاذ محمد فتحي. وكنا مستمتعين جدا بيها يعني. بعد كده بقى العروض الثانيه بقى بره بيعملوا مثلا فكره اسمه مسرح الشارع، اللي هو فجاه في ميدان او في جنينه معينه مثلا بيروحوا يعملوا مسرحيه للناس اللي موجودين في الشارع. الفكره دي مش منتشره قوي في مصر. هل تعتقدوا انه لو فجاه نقينا مثلا ميادين معينه وقلنا انه في مره في الشهر مثلا فرقه صناع الحلم هيجوا يعملوا مثلا عرض مسرح، هل تعتقدوا ان ده ممكن يحسن اكتر من اللي هو التذوق المسرحي او التذوق الفني، والناس تبقى عايزه تشوف مسرح اكتر؟ اكيد طبعا. هو مسرح الشارع هو برضو ليه إحساس تاني خالص. في برضو تواصل مع الناس، مع الشارع، إن أنت قاعدة كده بتتفرجي على حاجة مش مقيدة بشيء، ما فيش حاجة خانقاكي، مش مقيدة بمكان مقفول، قاعدة في الشارع مبسوطة بتتفرجي على عرض مسرحي، بتتفرجي على فرقة حابة الفن، حابة الشغل، حابة إن هي تعمل حاجة، بتجتهد، عندها حلم وعايزة توصل له. فأكيد هتكوني مستمتعة وانت قاعدة بتتفرجي، وده هيعمل حالة حلوة للمسرح. بتحضروا لإيه دلوقتي؟ ولا ده سر ولا ايه؟ اصل فجأة لقيت أسامة بص لي كده اللي هو بيبرقلي، اللي هو نقول بقى مش عايز نتكلم الموضوع ده دلوقتي. بنحضر لعروض مسرحية، وبنحضر برضو لشغل أفلام قصيرة برضو. ربنا يسهل ان شاء الله. انت برضو معايا في نفس هي فرقتنا يعني صناع الحلم. هو الحلم هو الحلم اللي احنا بنحاول ان احنا نحققه ان شاء الله. انا بشكركم جدا، وبتمنى ان الحلم بتاعكم يتحقق وتعملوا كل نفسكم فيه، وان تبقى كل العروض المسرحيه بتاعتكم فول كومبلي، وكمان ما تتعملش يومين، تتعمل ايه؟ اسابيع ان شاء الله. بشكركم جدا اسامه خليل وسمر ابو زيد، والمسرحيه او العرض اسمه مجانين مع مرتبه الشرف. وان شاء الله لما يبقى في عرض لما تعرضوه تاني انا هحاول واجي. تنورينا لازم. تقليد جديد دلوقتي بيتابعوا النادي او بيتابعوا النادي الاهلي، وحاليا برئاسه كابتن مصر السابق محمود الخطيب، في تكريم رموز النادي من لاعبيه القدامى، واللي هنفتكر بعض منهم في التقرير اللي جاي. تعالوا مع بعض نشوفه ونرجع لكم تاني.